تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نادي الأرياف الملكي للغولف بطنجة يحتفي بالذكرى المئوية لتأسيسه، حيث ينظم جائزته المئوية من 9 إلى 11 أبريل القادم. فخورنا جدا باش نتواجدوا في هذا الوقت بالضبط من التاريخ في النادي، نتواجدوا ويعني ونكونوا حنا المسؤولين على تنظيم هذا الاحتفال. يعني وطبيعة الحال الانسان كيفكر لما كتكون 100 سنه، يعني كنشوف الناس اللي كانوا من قبل منا واللي خدموا واللي اشتغلوا واللي عاشوا في هذا النادي، اذا هذه مناسبه نحيوا الذكرى ديالهم. كاين واحد تحسن في جميع لي زاكاديمي وفي جميع لي بروفيسور، و لو برنس مولاي رشيد نصره الله عامل واحد الاراده كبيره وكيعاون في اي حاجه وكيشجع لي كلوب و لا فيدراسيون باش ان شاء الله تكون في واحد المستوى كبير. يذكر أن نادي الغولف بطنجة يعد من أقدم النوادي في العالم، ويأتي الاحتفاء به في ظل التغيير الجذري الذي عرفه النادي من خلال الانفتاح على المحيط الجهوي الوطني والدولي.